لو في حد مسك لك شعرك. طبعا الشعر بالنسبة للبنت حاجة مقدسة وحاجة عز عليها، ودايما بتغذيه وبتحط له بقى زيوت وشامبوهات وحاجات مستوردة وحاجات بفلوس كتير يعني. تمام، ازاي تحافظي على شعرك وما يتشلش ما يتقلعش بالبلدي كده ويصبح شعرك قصير؟ لو في بنت او ولد ماسكه شعرك بالشكل ده هتشعري بألم شديد جدا، لان كل شعرها واحدة متوصلة بأعصاب كتيرة جدا. بسم الله، ها امسك شعري. اوكي، لو حد ماسك شعرك كده في قوة جاية عليكي، في قوة جاية عليكي، فانت هدفك دلوقتي تثبت القوة دي علشان شعرك ما يتقلعش يا باشا. تمام، يبقى بايدي الاثنين اثبت كده ايده، تمام، او ايديها سواء كانت بنت او ولد، بقوه. بعدين برجلك لو عرفت تجيبي منطقه تحت الحزام اضربي، المنطقه دي بتمثل الولد مستقبل العيله، هتقضي على مستقبل العيله، عشان كده وانت تضربي خلي بالك. تمام، خلي بالك. اوكي، يبقى وانت ماسكه هنا كده بقوه، لو عرفت طول المنطقه دي هضرب هنا ثم هضرب هنا، هي ضربه واحده اصلا بس كفيله انه هيصوت، واحده هنا كده خلاص. تمام، ونفس النظام لو ماسكني بايد الاثنين يبقى تثبت القوه بتاعه ايده، وهضرب هنا ثم هضرب ايه هنا. طيب فلنفترض انك مش عارفه توصلي لوجهه ومنطقه تحت الحزام، ممكن تكسري دراعه. ازاي يا كابتن هكسر دراعه وهو ماسكني كده؟ ممكن تكسري دراعه. هتثبتي نفس النظام ايده بالشكل ده، هتعملي حركه بقى التفاف، هتعملي دايره من يعني تحت من النازل للاعلى، دايره اتجاه داخل جسمه، هنا بره جسمه، هنا جوه جسمه، ثبتي كده ثم تلفي للاسفل بالشكل ده وهتمسكي دراعه اهو. بصي كسرت دراعه، حركه كسر، وهنا اهو هضرب. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ وهضرب نفس الفكره. نشوف الحركه تاني بس من الزاويه ديت، ها اهو الايد اهي، شايفين الف ازاي؟ هلف كده اهو كده بالشكل ده. اوكي، ونفس الفكره برضه، لو حاطط دراعه الاثنين اهو بقوه، والف كده اهو، ها، وهضرب وهضرب وهضرب. اوكي يا سيدتي، طب في حاله لو ماسك الشعر من الخلف اهو، انا مثلا دلوقتي ماشي ويمسك شعر من الخلف اهو، نفس الفكره هنا هعمل ايه؟ اوقف قوه الشعر، يعني قوه المسك دي اهم حاجه عندي. بعدين هلف داخل جسمه كده، خارج جسمه، لا مش عايز الف هنا، وانا ماسك كده الف فين؟ الف اهو بالشكل ده كده، عملت له حركه كسر. تمام، ثم ايه؟ هضرب. نركز تاني في اللفه، بص لو ماسكني بالشكل ده اهو، اثبت القوه دي. تمام، ثم هلف كده لتحت كده، وبعدين هضرب. لو معاك دبوس تضربي في مناطق الضعف. هاتلي معاكي، هاتلي معاكي. طب في حالة لو في حد خنقك على الحائط هتتصرفي ازاي؟ يلا يا عادل اهو، في حد دلوقتي خانقني بالشكل ده، هدف الرئيسي دلوقتي ان انا اعمل حركة سريعة جدا، اوكي، واسبب له ألم، ويا اما هجري يا اما هقاوم. حد خانقني بالشكل ده، يبقى الضربة الأولى هتيجي فين؟ الضربة الأولى هتيجي في منطقة تحت الحزام هنا، تمام؟ واحد، والتانية بإيدي الاتنين في منطقة الأنف أو العينين، في منطقة العينين بقوة اتنين. يبقى ناخدها سريعة، يلا خنقني كده جامد اهو، بصوا هو انا ماشي اهوت، وهيخنقني بقوة، خنقني بقوة اهو على الارض جامد كده، يبقى واحد اتنين على طول.